كاين بزاف ناس عن بالهم حسبي الله ونعم الوكيل، امر سهل. لو كان توكل امرك في ظالمك الى الله راح تضره بزاف، والله تجريه وتمرمده في الحباس والمحكمه، والله غير خير له واهول له من ان توكل عليه الله. وهذه شوف جربها انت في حياتك، اذا كاد بك احد او واجهك احد او خاصمك احد، وقتاش تضره بزاف تضره، كي توكلوا لله، كي تقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، الضر توجع حسبي الله ونعم الوكيل. كاين بزاف ناس ماهوش فاهمينها. وانا رايت احدا من الناس وكنا شبابا، ظلم احد الناس، ظلم واحد الشاب، والشاب هذاك عاقل، فقال له حسبي الله ونعم الوكيل. قال له قول حسبي الله ونعم الوكيل ولا ريح. قال له احتسب ولا اقعد. فسبحان الله العظيم، والله يعني الشاب هذاك عذبه الله عذابا شديدا في حياته، وكل الناس الذين كانوا حاضرين كانوا يقولون هذا لازم يروح يتحلل من هذاك الإنسان من هذيك اللحظة وربي